المفترضة بقتال العدو الإسرائيلي وتحول إلى قتل المدنيين السوريين على حد تعبيره. على النقيب إبراهيم منير مجبور من مرتبات الفرقة 14 قوات خاصة الفوج 556 قائد سرية مدفعية صاروخية. ولأننا أقسمنا في الكلية الحربية اليمين على توجيه السلاح في وجه العدو في الأراضي المحتلة وحماية حدودنا وليس في وجه شعبنا الأعزل وقتل الأطفال والمدنيين، أعلن انشقاقي عن الجيش والقوات المسلحة وانضمامي إلى الثورة السورية السلمية للأسباب التالية: 1- توريط الجيش في قمع المظاهرات والاحتجاجات السلمية المطالبة بالحرية وأسقاط النظام. 2- توريط الجيش في الدخول إلى المدن الآمنة وقتل المدنيين العزل والأطفال وترهيب الأهالي. 3- توريط الجيش في حماية الشبيحة وإعطاء الشرعية لعصابات نظام آل الأسد.